التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات قمة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث أكد الزعيمان رفضهما التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن. كما حذر الزعيمان من خطورة الدعوات لتهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، وشدد أيضا على ضرورة استمرارية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري على نحو مستدام. وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين. وجدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني ولجميع أعمال استهداف المدنيين، مع التأكيد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع. جاء ذلك خلال استقباله الفريق أول مايكل كريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر لخفض التصعيد. وأكد الرئيس السيسي أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة والتحول إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، أخذا في الاعتبار خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته. يواصل متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انتظارهم عند معبر رفح، آملين في أن يكونوا خلال ساعات وسط الأشقاء في فلسطين لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة. استشهد 8 فلسطينيين من بينهم أطفال ونساء في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة. وأشارت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن القصف أدى إلى انهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، والذي يأوي عددا من العائلات الفلسطينية المسيحية والمسلمة والتي لجأت إلى الكنيسة بحثا عن مكان آمن، مشيرة إلى أن شهداء وجرحى ما زالوا تحت الركام وتحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف الوصول إليهم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3859 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13500 جريح. وأضافت الوزارة أن أكثر من 3785 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، بينما أصيب أكثر من 12000 جريح. أما في الضفة الغربية فارتقى 74 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1300 جريح. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن سكان غزة بحاجة ماسة للغذاء والماء والدواء، وأوضح بايدن أنه يجب أن يكون هناك ممر إنساني آمن للمساعدات نحو غزة، مضيفا أنه قال للإسرائيليين أنه لا يجب أن يتصرفوا بدافع الغضب الأعمى. ولفت بايدن إلى أنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن واشنطن لا تزال ملتزمة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا ميريبوك إن برلين ستزيد مساعدات الإغاثة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة 50 مليون يورو، وذلك مع تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها 2.3 مليون شخص هناك. وقالت أن المساعدات الألمانية ستدعم منظمات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وضعت وكالة مودز للتصنيفات الائتمانية تصنيف إسرائيل قيد المراجعة لخفض محتمل، وأرجعت هذا إلى التصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكانت الوكالة قد حذرت إسرائيل الأسبوع الماضي من أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤدي إلى خفض تصنيفها الائتمانية.